السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، سوف نتناول في هذا اللقاء تطبيقات معادلة برنولي. أولا، طيران الطائرة. تعمل الشكل المقابل، ثم أذكر القوة المؤثرة على الطائرة. هذا الشكل تستطيع بسهولة أن تتوصل إلى القوة المؤثرة على الطائرة واتجاه كل من هذه القوى. الوزن نحو الأسفل، قوة دفع المحرك نحو الأمام، المحركات، قوة الرفع وهي المعنية في لقائنا هذا اليوم، وقوة الطفو للأعلى. أربعة، مقاومة الهواء نحو الخلف. طبعا هنا يصمم جناح الطائرة بحيث يكون تحدب السطح العلوي أكبر من تحدب السطح السفلي لغرض معين سنناقشه لاحقا. هذا التصميم يجعل سرعة الهواء أعلى الجناح أكبر من السرعة أسفل الجناح. حسب معادلة برنولي، يقل ضغط المائع بزيادة سرعة جرانه. هذه حقيقة توصلنا إليها من خلال معادلة برنولي. بالتالي ينشأ فرق في الضغط بين أسفل جناح وأعلى. لمعرفة منشأ قوة الرفع على الطائرة، هذا شكل، هناك مجموعة من الأسئلة نريد الإجابة عليها. هذا الشكل وهذا الشكل، هنا رسم تخطيطي، هنا يمثل خطوط جيران الهواء أعلى وأسفل الجناح. لاحظ هنا متقارب الخطوط، هنا متباعدة، هنا الهواء أسرع من هنا، أي أن الهواء أعلى الجناح أسرع من الهواء أسفل الجناح. بالتالي ماذا أو كيف تختلف خطوط الجريان حول جناح الطائرة؟ هنا كثافة خطوط الجريان على السطح العلوي أكبر منها على السطح السفلي. ما العلاقة بين كثافة خطوط الجريان للهواء وسرعة الهواء؟ لاحظ أنه كلما زادت الكثافة تقاربت زادت السرعة. إذا هذه الإجابة، إذا العلاقة طردية. وسرعة الهواء أعلى الجناح أكبر منها أسفل الجناح، لذلك الضغط أسفل الجناح أكبر. وذلك حسب معادلة برنولي، أي ضغط واحد أكبر من ضغط اثنين بهذا الشكل. هنا السرعة أقل، إذا ضغط أعلى. السرعة أكبر، ضغط أقل. ما الذي أو ما التأثير الذي يحدثه فرق الضغط على جناح الطائرة؟ وجود قوة رفع إلى أعلى، لأن الضغط يساوي القوة على المساحة. إذا القوة تساوي فرق الضغط ضرب المساحة، وفرق الضغط يمكن حسابه من ضا واحد ناقص ضا اثنين، ضغط واحد ناقص ضغط اثنين. وبحساب فرق الضغط يمكن حساب فرق الضغط من معادلة برنولي للجيران الأفقي. هنا الهواء ينساب أفقيا. هذا مثال تحلق طائرة أفقيا بسرعة ثابتة، وسرعة الهواء فوق الجناح 50 متر كل ثانية، وسرعته أسفل الجناح 30 متر كل ثانية، ومساحة جناحين 40 متر مربع، وكثافة الهواء 1.3 بالعشرة كيلوغرام لكل مكعب. أجب عما يلي: احسب قوة الرفع على الطائرة، يعني كيف يمكن للطيار أن يزيد أو يقلل من ارتفاع الطائرة. الحل هنا هذه قيمة عين اثنين أعلى الجناح، وهذه عين واحد أسفل الجناح، هذه ألف مساحة الجناحين، وهذه ثاء كثافة الهواء. إذا في تطبيق معادلة برنولي للجريان الأفقي، هذه العلاقة نصف ثاء، كما قلنا هذه قيمة ثاء، عين اثنين تربيع، عين اثنين هذه أعلى الجناح، وعين واحد هذه أسفل الجناح. إذا بالتعويض عوض القيم كما قلنا، نحصل على الجواب التالي بسهولة بعد إجراء عملية حسابية بسيطة. لحساب القوة، نعود إلى العلاقة بين قوة القوة فرق الضغط. هذه قوة الرفع تساوي فرق الضغط ضرب المساحة. فرق الضغط تم إيجاده هذا المقدار، وألف مساحة الجناحين هذه عوضت، فنحصل على هذا الجواب 41 ألف
و600 نيوتن. لزيادة ارتفاع الطائرة هنا لابد من زيادة قوة الرفع. بدي أزيد قوة الرفع، كيف يتم زيادته؟ إما عن طريق زيادة فرق الضغط، زيادة السرعة، أو بتغيير مساحة الجناح، لأن هناك جناحات ملحقة بالجناح الرئيسي تعمل على تغيير شكل الجناح أو تغيير مساحته. فهنا نقول لزيادة ارتفاع الطائرة لابد من زيادة قوة الرفع، يتم ذلك بزيادة فرق الضغط على الجناح عن طريق زيادة سرعة الهواء أعلى جناح، وهذا يتم بزيادة السرعة الأفقية للطائرة أو استخدام جناحات صغيرة ملحقة بالجناح الرئيس لتغيير مساحة وشكل الجناح الانسيابي، إما أزيد من فرق الضغط أو أزيد من مساحة جناح جناحات إضافية لزيادة قوة الرفع. اثنين، بقياس فنتوري، هنا أنبوب، هنا يوجد اختناق ألف واحد وألف اثنين، هنا الضغط أقل، تعرف هنا الماء أحدث ضغطا على السائل الأزرق هنا بمقدار أكبر. خلاصة القول أن هناك فرق ضغط بين الطرف الواسع والطرف الضيق. إذن مقياس فنتوري عبارة عن وصلة ضيقة بأشكال مختلفة توضع في مجرى المائع، وذلك لقياس سرعة المائع ومقدار تدفقه عبر الأنابيب كما في الشكل المجاور. هذه وهذه وصلة. هنا هذا الأنبوب الرئيسي، هنا الاختناق، وصلة اختناق، هذا بارومتر مقياس ضغط يقيس الضغط عند الطرف الرئيسي أو الأنبوب الرئيسي الناقل، وهذا ضغط اثنين بارومتر أيضا يقيس الضغط عند الاختناق. إذا يمكن أخذ فرق الضغط بسهولة، ذلك من الشكل المجاور ومعرفة مساحة الأنبوب مقطع الأنبوب الناقل الرئيسي ألف واحد ومساحة مقطع مقياس فنتوري مساحة المقطع وصلة الضيقة عفوا ألف اثنين، وبأخذ قراءة كل من مقياسي الضغط ضا واحد وضا اثنين نحصل على فرق الضغط. وباستخدام معادلة الاستمرارية، هذه ومعادلة برنولي، يمكن قياس عين واحد. هذا سؤال مثال على مقياس فنتوري، أرجو قراءته بشكل جيد والتأمل. القيم معطاة صراحة هنا، نلاحظ ألف واحد يساوي خمس ألف اثنين، يعني مساحة المقطع الواسع البوب الرئيسي الناقل يعادل خمس أضعاف مساحة اختناق مقياس فنتوري. هنا بتطبيق المعادلة الاستمرارية وبتطبيق معادلة برنولي للجريان الأفقي وبتعويض قيمة عين اثنين يساوي خمسة عين واحد، من هنا حصلنا عليها من هنا. أرجو من أعزائي الطلبة متابعة الحل، قاضي الحل بشكل جيد، وإلى اللقاء.